أهلا بكل حضراتكم من جديد. بعد 5 أيام فقط من الآن هتبدأ وزارة التموين تضيف المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية أو بوابة دعم مصر، والحقيقة يعني إنها خطوة بينتظرها جميع الأسر المستحقة للدعم، خاصة الفئات التي سيكون الحد الأدنى لراتبها في يوليو المقبل 2400 جنيه. وقالت أيضا وزارة التموين أن عدد المواليد المتوقع إضافتهم إلى بطاقات التموين بيصل ما بين 1 و3 ملايين، وكشفت أن الموازنة العامة لمنظومة الخبز مدعومة بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وأنه تم ضم 600 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجا إلى منظومة التموين والخبز المدعم في العام الماضي. أيضاً أكدت الوزارة أن رب الأسرة الحامل لبطاقة التموين يستطيع إضافة المواليد الجدد إذا توافرت الشروط والأوراق المطلوبة، وشددت الوزارة على أنها أتاحت لرب الأسرة إضافة المواليد من المنزل، طبعاً ده بالتأكيد نظراً لتفشي فيروس كورونا وتوفيراً للوقت والجهد. طيب إيه هي بقى شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين؟ أول حاجة، وزارة التموين حددت الفئات الأولى بالرعاية، وهي من لا يزيد دخلهم الشهري على 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا، مشيرة إلى أنه بداية من الخميس المقبل الموافق الأول من يوليو هيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه. أيضا بالطبع يعني يجب أن يكون الشخص اللي بيرغب في تسجيل طفله على البطاقة مؤهلا بالفعل ويستحق هذا التطبيق، ويجب طبعا أن يكون هذا الشخص الذي قام بتسجيل الابن في البطاقة مواطنا مصريا. إضافة المواليد الجدد للفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه. أيضا استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه. إضافة المواليد الجدد لمن يبلغ عمره 2 فأكثر والفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية. إضافة المواليد بتكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، منهم زوج وزوجة واثنين من الأبناء، والأسر المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لهم إضافة أحد أبنائها بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية. طيب لو البطاقة مسجل بها فردين بيحق لها أن تضيف 2 من الأبناء، وبيتم تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وغير المقيدة على أي بطاقة تموين، ويحق لزوجها إضافتها ببطاقته يعني بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة. كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا، بس قبل ما أختم أيضا مع حضراتكم خليني أفكركم بطريقة بقى وخطوات تسجيل المواليد لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، والحقيقة إن الخطوات مهمة جدا فعايزة أقولها لحضراتكم قبل ما أختم معاكم. أول حاجة هي الدخول على موقع دعم مصر وتسجيل حساب خاص. تاني حاجة بيكون الضغط على للانضمام إلى أفراد أسرتي أو يعني لإضافة طفل جديد. تالت خطوة هي إنك تقوم بتحديد إنه بدء الخدمة، بعدين هتظهر صفحة تطبيق تطلب منك إدخال رقم بطاقة التموين واختيار محافظتك، وأخيرا بيتم إضافة الفرد الجديد في الأسرة. كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا، واستعرضنا مع حضراتكم كل التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد لبطاقات التموين. طبعا الشكر موصول ودائم لحضراتكم على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة ومتنوعة من تلفزيون مصر. إلى اللقاء.